استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره الفلسطيني زياد هاب الريح، حيث استعرض أوجه التعاون المشترك وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين. كما أكد التزام وزارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأجهزة الشرطية الفلسطينية، انطلاقا من الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية. كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي.